بفعل الحرب والنزوح قدر لعدد من أطفال اليمن أن تصبح حياتهم على هذا النحو وبهذه الصورة المليئة بالتفاصيل الموجعة، في مشهد يتكرر يوميا هنا في مخيم الميل على حدود مدينة مأرب، وهو نموذج لما يعيشه أطفال النزوح. ألقت الحرب بظلالها الثقيلة على المدنيين، لكن الحصة الأكبر من نصيب الأطفال. حنا الشعار بخوف، مش احنا بس، كل الناس بيشعروا بخوف بسبب الحرب هذا. وبعدين كان احنا من الأول مرتاحة، ما دحين لا نسمع صوت الحرب لاقي إن الغوارح، بس كان احنا من الأول نسمع لا صوت السعادة، دحين بنسمع لا صوت الحرب لاقي. تأثرت حياة هؤلاء الأطفال وظهرت مشاكل نفسية وجسدية بحسب أهاليهم، ويبدو أنها لن تفارقهم لفترة من الزمن. هنا يجلسون على التل بعدما أنهكهم الركض واللعب في مخلفات الحرب ووسائله، وهي ما يتوفر لديهم من وسائل للتسلية في ظل حرب وتشرد ومخيم لا يحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الحياة. خرجت من البيت أشتلعب، فجأة ريتها وقلت هذه لعبة أكيد، كنت ألعب بها في حق الحوش، لقيتها في حق الحوش كنت ألعب بها، طلت للسطح وكنت ألعب بها، هذا قلت اشتي افتحها تعطر، يعني فتحتها كذا مرة يفتح، فتحتها كذا بشدة، اقتطعت يدي بعد أصبحت عبوة ناس. وسط قذائف ونيران الحرب القائمة والصراعات السياسية، بات الأطفال إما مجندين أو ضحايا، وأصبحت أيامهم مثقلة بأحلام العودة إلى منازلهم ومدارسهم وحياتهم التي ألفوها. وبحسب إحصائيات لمنظمة رصد محلية، فإن مئات الأطفال دفعوا ثمناً باهظاً في حرب الخمس السنوات الماضية. مئات الأطفال وجدوا أنفسهم في مخيمات النزوح بعد سلسلة طويلة من الأخطار التي تعرضوا لها، ما بين مجند في صفوف الميليشيات أو من ضحاياها أو مشرد بسببها، لتكون هذه المخيمات نقطة تحول في حياتهم مستقبلاً. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.